أردوغان سيبحث ملف إدلب مع بوتين في مؤتمر برلين الأحد حول النزاع في ليبيا. وزارة المال البريطانية تجمد أصول حزب الله اللبناني لاعتباره تنظيما إرهابيا في المملكة المتحدة. وتواصل الاحتجاجات في بيروت مع انتهاء المهلة لتشكيل الحكومة وسط دعوات لعصيان مدني. أهلا بكم. قال وزير الخارجية اليوناني بعد اجتماعه مع قائد قوات شرق ليبيا المشير خليفة حفتر في أثينا إن بلاده حثت حفتر على التصرف البناء في محادثات تستضيفها برلين يوم الأحد في جهود رامية لإنهاء القتال من أجل السيطرة على طرابلس ووقف لإطلاق النار وإعادة الأمن إلى ليبيا. توجب على المضيف الألماني أن يحدد وجودنا بالمؤتمر سيكون أمرا إيجابيا. على أي حال، بما أننا لن نكون هناك، فإننا نتوقع أن تكون ألمانيا حامية الموقف الأوروبي من القضايا المتعلقة بليبيا، وموقفنا المشترك يعترف بعدم صحة الاتفاقية الموقعة من قبل حكومة السراج وتركيا. هذا وأعلن الكريملين في بيان مشاركة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في مؤتمر برلين. وأفادت وزارة الخارجية الروسية أن مشاريع النصوص النهائية للمؤتمر الدولي صارت شبه جاهزة، وهي تحترم بشكل كامل قرارات مجلس الأمن الدولي حول ليبيا. وحذر وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف من أن العلاقات لا تزال شديدة التوتر بين أطراف النزاع الرئيسيين، رئيس حكومة طرابلس فايز السراج وقائد قوات شرق ليبيا المشير خليفة حفتر. إذا سارت الأمور على النحو المخطط له بعد مؤتمر برلين وقام مجلس الأمن بدعم الاستنتاجات التي خلص إليها المؤتمر، فإن الشيء الرئيسي عدم تكرار الجانب الليبي لأخطائه السابقة أو إضافة أي شروط أخرى وإلقاء اللوم على بعضهم البعض. إلى ذلك، أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أنه سيبحث مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين في مؤتمر برلين الأحد المعارك الأخيرة التي وقعت في محافظة إدلب في شمال غرب سوريا. قتل عشرات المقاتلين والمدنيين في الأيام الأخيرة في معارك خلال هجوم لقوات الجيش السوري على الرغم من هدنة تم التوصل إليها بين روسيا وتركيا. هذا ودعت مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان لوقف فوري للقتال في إدلب قائلة أن وقف إطلاق النار الأخير في سوريا فشل مرة أخرى في حماية المدنيين. هذا دليل واضح على أن النظام لا يلتزم بالخطوات التي نتخذها فيما يتعلق بوقف إطلاق النار. قتل حوالي 20 مدنيا في آخر التطورات في إدلب. عودة إلى الأزمة الليبية، أعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أنه سيشارك في مؤتمر برلين حول ليبيا وفق بيان صادر عن الخارجية. وأفاد مسؤول أمريكي اشترط عدم ذكر اسمه أن بومبيو سيدعو إلى انسحاب جميع القوات الأجنبية من ليبيا وتثبيت الهدنة الهشة بين الأطراف المتحاربة. قالت قناة ليبيا الأحرار الخاصة إن وزارة الخارجية طالبت بضرورة دعوة تونس وقطر إلى مؤتمر برلين وفق رسالة وجهتها وزارة الخارجية في حكومة الوفاق المعترف بها دوليا للسفارة الألمانية في طرابلس. أكدت عبرها على أن مشاركة تونس وقطر تدعم محادثات السلام وأمن واستقرار ليبيا. دعا وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف إلى خفض التصعيد بين إيران والولايات المتحدة بعدما أسقط الجيش الإيراني بالخطأ طائرة ركاب أوكرانية عقب مقتل القيادي بالحرس الثوري الجنرال قاسم سليماني بضربة نفذتها الولايات المتحدة في بغداد، ما دفع طهران لإطلاق صواريخ استهدفت قاعدتين عسكريتين في العراق يتمركز فيهما جنود أمريكيون. أعلنت أوكرانيا أن إيران مستعدة لتسليمها الصندوقين الأسودين للطائرة الأوكرانية التي أسقطت بصاروخ إيراني في طهران. وقال وزير الخارجية الأوكراني أن إيران ستمنح فريق محققين من إيران وكندا حق الاطلاع على تسجيلات الصندوقين الأسودين بما أن غالبية القتلى من هذين البلدين. وأوضح الوزير أن الخطوة تتوافق مع المعايير الدولية لضمان استقلال التحقيق وموضوعيته حول الحادثة. إلى ذلك، أكد المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية آية الله علي خامنئي أنه لا يجب أن تطغى حادثة الطائرة الأوكرانية على تضحية الجنرال قاسم سليماني الذي قتل بغارة أمريكية في بغداد قبل 5 أيام من الحادثة. وقال خامنئي في خطبة يوم الجمعة في طهران أن بعض الجهات حاولت استغلال حادثة الطيارة بشكل يصرف النظر عن التضحية التي قدمها سليماني وسط تجدد التظاهرات في طهران الداعمة للسلطة والمطالبة بالثأر لسليماني.
لقد كان تحطم الطائرة حادثا مريرا، فقدنا شبابنا الأعزاء وأهلنا الطيبين وأشخاص من بلدان أخرى، لكن أولئك الذين ألبسوا هذا الحادث بطريقة تطغى على استشهاد القادة العظماء بتوجيه من القنوات التلفزيونية الأمريكية ومحطات الإذاعة البريطانية. وفي سياق ذي صلة، قال الجيش الأمريكي في ساعة متأخرة من مساء أمس إن الولايات المتحدة عالجت 11 من جنودها أصيبوا نتيجة الهجوم الصاروخي الإيراني على قاعدة عين الأسد الجوية غرب العراق وقاعدة أخرى شمال البلاد، بعدما نفى الجيش في البداية وقوع إصابات في صفوف الجنود. تظاهر آلاف الجزائريين في شوارع العاصمة للمطالبة بتغيير النظام، وذلك للأسبوع 48 على التوالي للحراك الاحتجاجي، وهدف المتظاهرون جزائر حرة وديمقراطية، فيما حاط بهم عدد كبير من عناصر الشرطة. قدمت الأحزاب التونسية مرشحيها لرئاسة الحكومة إلى الرئيس قيس سعيد الذي أمامه مهلة حتى يوم الاثنين لإعلان الشخصية التي سيكلفها تشكيل حكومة بعد 3 أشهر من الانتخابات النيابية، ولم تتمكن حكومة الحبيب الجملي الذي رشحه حزب النهضة من نيل ثقة النواب الأسبوع الماضي. وبناء على ذلك تولى رئيس البلاد تكليف شخصية بعد مشاورات مع الأحزاب والكتل البرلمانية خلال مدة 10 أيام. أعلنت وزارة المال البريطانية تجميد الأصول المالية والموارد التابعة لحزب الله اللبناني لاعتباره تنظيما إرهابيا في المملكة المتحدة، وبالاستناد إلى قانون مكافحة الإرهاب البريطانية. ومنذ آذار مارس لعام 2019 تم حظر أي نشاط لحزب الله في بريطانيا بعدما استهدفت لندن الجناح العسكري لحزب الله فقط. في لبنان أغلق محتجون عددا من الطرقات بالعاصمة بيروت بعد انقضاء المهلة الممنوحة لتشكيل الحكومة، ويواصل رئيس الوزراء المكلف حسان الدياب منذ قرابة الشهر مشاورات تشكيل الحكومة، ما دفع نشطاء لبنانيين إلى نشر دعوات عصيان مدني عبر مواقع التواصل الاجتماعي. أعلن وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي أن سفينة تنقيب تركية تشرع اليوم بمهمة تنقيب في شرق المتوسط، موضحا وفق وكالة الأنباء الأناضول التركية إن أنقرة تدرس إضافة سفينة تنقيب جديدة وإمكانية القيام بهذه الأنشطة مع دولة ثالثة إذا استدعت الضرورة. وتعارض كل من قبرص، اليونان، الاتحاد الأوروبي، الولايات المتحدة، مصر وإسرائيل أنشطة التنقيب التركية شرق المتوسط. أكد ناطق بلسان الجيش الإسرائيلي استهداف بنية تحتية تستخدم للأنشطة تحت الأرض تابعة لحركة حماس في غزة ليلة أمس، ردا على إطلاق بالونات حارقة مفخخة من غزة إلى جنوب إسرائيل. يأتي إطلاق البالونات الحارقة عقب تصريح نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خليل الحية أن حماس ستكسر جميع السدود في نضالها لإنهاء الاحتلال والحصار على غزة. تظاهر مئات الأردنيين وسط عمان مطالبين بإلغاء اتفاقية الغاز مع إسرائيل بقيمة 10 مليار دولار بموجب الاتفاقية التي دخلت حيز تنفيذ مطلع الشهر الجاري. تصدر إسرائيل للأردن الغاز الطبيعي لمدة 15 عاما، ورفع المتظاهرون اللافتات تندد بما وصفوه باتفاق العار. أعلنت الفلبين إعادة منع مواطنيها من العمل في الكويت بعد قتل فلبينية من طرف مشغلها عام 2018، واتهمت حكومة الكويت بالتغطية على مقتل عاملة منزلية وهي واحدة من بين حوالي 240 ألف فلبيني يعملون في الكويت. قال مسؤولون فرنسيون إن باريس نشرت منظومة رادار على الساحل الشرقي للسعودية لتعزيز دفاعاتها بعد هجمات صاروخية استهدفت منشآت نفطية هناك في سبتمبر أيلول الماضي. واتهمت فرنسا إيران بتنفيذ الهجوم الذي استخدمت فيه طائرات مسيرة وصواريخ، وتعهدت بتقديم يد العون لمنع تكراره. قدم رئيس الوزراء الأوكراني أوليكسي غونشاروك استقالته بعدما تسرب تسجيل صوتي نسب إليه، أي أشار التقارير لأنه انتقد فيه فهم الرئيس فولودومير زيلينسكي للاقتصاد. وكتب غونشاروك على صفحته على موقع فيسبوك إنه كتب رسالة استقالته وسلمها للرئيس من أجل إزالة كل الشكوك بشأن الاحترام والثقة تجاه الرئيس. لا يزال لدينا فساد بالحكومة، لم نربح بوجود أشخاص جدد في السلطة جاءوا لكسب المال، علينا أن ننهي هذا الأمر، لن يسرق أحدا أي شيء في هذه الحكومة الجديدة. نهاية الموجز، إلى اللقاء.